ورجعنا لكم من جديد من بعد ما شفنا المسابقة من غبقة رمضانية، وأيضا شفنا التيزر مميز لضيوفنا اللي راح يكونوا معنا بهذه الفقرة لبرنامجهم، وهو يومي في شهر رمضان، اسمه الصف العجيب. أنا بصراحة الصدفة أخذتني أني أشوفه، والحمد لله أن التقيت في اللي قاموا بالجهود الطيبة بهذا البرنامج. وإحنا طبعا نقول بشكل عام أن تلفزيون الكويت هذه السنة كرس كل جهوده، وطبعا في واضح انتقاء مميز لمسلسلات كثيره منها المحليه الكويتيه لممثلين نحبهم، سواء كانوا شباب توهم بلشين او ممثلين حتى السواعد الشبابيه قاعد نشوفها تقدم اعمال حلوه وجميله، خصوصا مثل الحين ما شفنا قبل شوي التيزر مال الصف العجيب. شباب الكويتي جميل قاعد يقدم عمل مختلف حقيقه، وحبينا كلنا من ثاني حلقه. اسمحوا لي نرحب بضيوفنا اليوم في برنامجنا غبقة رمضانية، الأستاذة نوف ماجد الفرحان، هي مؤلفة وأعداد الصف البرنامج الصف العجيب، وأيضا الأستاذ أسامة البلوشي أبو الغاز والسيد الحائر. أنت ليش حائر صج؟ عنده فقرة بالبرنامج الصف العجيب. أي نعم حائر. أنا فقرتي فقرة الألغاز، وليش حائر؟ لأن تعرفون الألغاز دائما تجيب لك الحيرة وتخليك تفكر وهذا، فخلينا اختارت الأستاذة نوف الاسم بما أن اللغز يجيب الحيرة فسمتني السيد حائر. أوكي. حياكم الله ومبارك عليكم الشهر أستاذة نوف، حياك الله. كلمين عن العمل هذا. العمل هو موجه للأطفال ومستقى من اهتمامات الأطفال نفسهم، بحيث أن احنا نوصل لهم الفائدة والمعلومة بطريقة مشوقة وجاذبة للأطفال. ما شاء الله. وأنا اللي عرفتها أن هي بالأساس أبلة روضة، يعني بوزارة التربية. شلون قدرتي مثلا أن هذا يعتبر المجال العملي والمجال الإبداعي؟ يعني خذيتي من هي شوية اللي هو كونك أبلة روضة وبين الأطفال، وقدرتي أنك تاخذين هذه المهارات وتحطينها وتصبينها في التأليف؟ بالضبط. اللي صار أنك أنت تشوف الأطفال وايد متأثرين بالتلفزيون. أي. يعني كانوا يمثلون مسلسلات دراما عندي بالصف، فهذا اللي خلاني أفكر أن احنا ليش ما عندنا برنامج تلفزيوني مثل أيام افتح يا سمسم والبرامج اللي ما زالت عالقة عندنا بالذهن. فبالتالي حاولت أني أصب اهتماماتهم، الأشياء اللي تجذبهم، الأشياء اللي يحبونها، والأركان اللي عندنا في الصف الروضة. احنا عندنا 9 أركان، منها يتني فكرة أن صفنا يكون في عدة أركان، اللي هي منها ماهر الحائر، عندنا الآنسة معاجم اللي هي ركن المكتبة، عندنا ركن العلوم اللي هو البروفيسور أنيق، عندنا ركن الطبخ الطاهي سلامة، وعندنا فقرة الرحلات كل الأطفال يحبون الرحلات، عندنا دليل قائد الباص. حلو، فقرات جميلة. بس شلون يعني خلال عمل برنامج أستاذ أسامة شلون قدرت تربط بين الفقرات اللي ذكرتها نوف أستاذ نوف؟ لازم يكون في ربط جميل يدمج هذا عشان يطلع لنا صف جميل وعجيب. هو في بداية المشروع، مشروع البرنامج، اجتمعنا مع الأخ المخرج وكنا فريق العمل كلنا مجتمعين اجتماع كامل في البداية، حلو، وشرحت لنا البرنامج كامل، والمخرج ما قصر، عطانا برنامج عمل ان تطبقون عليه يصير بشكل مماثل دقيقة، يعني ان احنا شو نسوي بالضبط. عشان كذي احنا خلصنا العمل، والربط هذا على المونتاج انتم عارفين بعد. نعم. اي طبعا. أي. بس ايش كثر خذ وياك العمل بالكتابه؟ الحين احس ما تبي تقول لي. لا كتابه تقريبا يعني قريب السنه، لان كنت اكتب واراجع اكتب واراجع، وايد يهمني ان المعلومه تطلع بطريقه صحيحه حق الطفل ويستفيد منها، وما تفلت كلمه بالغلط وتاثر عليه سلبا، لان الطفل مثل الاسفنجه بيتشرب كل المعلومات اللي قاعد يشوفها خصوصا بالتلفزيون. فهذا يعني الجهد كان بالكتابة والإعداد، بعدين صار جهد مكثف بالتصوير والمونتاج. ما شاء الله. أسامة يعني أنت ما شاء الله قاعد تقدم فقرة جميلة وهي فقرة الألغاز. الله يستر، ما نبي ألغاز ولا شيء، لا توحقني على الهواء. كنا عنده لغز هو قال لنا. عندي. خل نسمعه. قول حق نور. بالعكس احنا تشرف ان توهق. يلا في غبقة، تفضل. احنا كلنا عارفين ان العقارب في منهم عقارب سامين. العقارب. سامين جدا. سام. فأنا بقول لكم عن عقرب يتمشى ما يوقف، كلهم بس ما يخافون منه، ما يخافون منه لا بشر ولا يخافون منه حتى حاشاكم حيوانات. شنو هذا عقرب؟ عقرب؟ اي انا عرفت بس ما بقول الصراحه. والله عرفتي؟
شنو؟ لا ماني قايله، خلي شويه المشاهدين يفكرون. خلينا نسولف احنا على ما اللي شافوا حلقه اليوم راح يعرفون الاجابه. طبعا طبعا حاطينها اليوم. انت ما تتابع؟ ما تابعته نايم. انا اتابع كل يوم البرامج بتنزل الساعه 12:30 يحطون البرنامج. ما شاء الله عليك. عرفت الاجابه؟ لا عقرب يتمشى ما يضر احد. ما يضر احد ولا احد يخاف منه. قبل شوي قلت سام وايد مهم. لا هو قاعد يقول معلومه. هذا وايد مهم. انا اعطيتك معلومه عن العقرب انه بشكل عام. خوفتني كذي. خلينا نقول حق المتابعين اكيد اللي هو الاغطايه كانت عقرب اي يتمشى وما حد يخاف منه. اي اللي لا هو صغير ولا كبير. لا صغير ولا كبير. اي ايش يطلع؟ ايش تطلع الاجابه؟ انت قولها. انت قولها. اقول عادي. انت لا هي تقول انا عرفتها. قولي ايش عرفتي ولا انا عرفتها؟ عقرب الساعه. ما شاء الله عقرب. طب قولي رجاء صفقه جماعيه. ثلاث عقارب مو عقرب واحد هو. اي بس هو مثل عقرب واحد. اي عقرب واحد. انا سالتكم انا عقرب. قواكم الله حبيبي اسامه. اسامه يعني تقدم فقره. انت الحين تتعامل مع المتلقي. المتلقي هو فئه الاطفال. اي نعم. ما تحس في صعوبه تشد انتباه الطفل من خلال شاشه التلفزيون؟ لا لا شوف الاستاذه نوف ما قصرت وانا قعدت وياها يعني قاعده مطوله بهالسالفه هذه. حلو. الالغاز مدروسه جدا وعلى اعمار الاطفال يعني. أيه. ما في لغز مر علي صعب يعني على طول كنت احله. ف وحتى انا جربتها مع عيالي. عيالي انا شافوا الالغاز وكانوا قاعدين يجاوبون. أيه. بدون لا يشوفون الاجابه يعني. حلو حلو. الالغاز كانت مدروسه يعني. اي امانه يعني ان الالغاز الطبخات اللي انعرضت التجارب العلميه كلها تم تطبيقها عملي مع الاطفال قبل لا نختارها ونحطها في البرنامج. يعني ما كانت عشوائيه. وبصراحه انا شفت شيء بما اني انا تابعت بفقره الطبخ محمد يقول معلومات عامه. أيه. ثقافيه عن حلو. عن مثلا المقادير اللي بيستخدمها. نعم. انه تفيدكم بكذي وتفيدكم تحت. اول يوم قال عن الفراوله الورق. انا صراحه انصدمت المعلومه ان الورق مال الفراوله تقدر تغليه مغليه يفيد مرض السكر. ايوه يفيد مرض السكر. ما شاء الله ما شاء الله. معلومات وايد قيمه الصراحه يعني. والاطفال بحاجتها اكيد بلا شك. يعني هو تفاعل من خلال تغذيه الاطفال بالمعلومات الجميله خصوصا كان متواجد عندكم ولا خلف الشاشه. نعم. شون؟ خلف الشاشة المعلومات ولا وياكم ناس أطفال؟ أنا ما شفت البرنامج. لا هي أتوقع أنها خلف الشاشة يعني. خلف الشاشة. خلف الشاشة. بس عندكم شنو أشوف؟ في أطفال يشاركون. إيه بالفقرات. فقرات إيه فيها أطفال. فيها أطفال. من وين أنتم الأطفال؟ من مصادرنا الخاصة. بس ما شاء الله يعني كالأطفال اللي معاكم وايد متحكمين فيهم يعني ومسيطرين عليهم يعني ومطلعين منهم. على قولتهم الزبدة الهدف اللي أنتوا تبونه. أيوة. فما أدري يعني هل الأستاذة نوف عصبية؟ شلون قضبت الياهال؟ لا مو عصبية. احنا اثنين معلمين في وزارة التربية. أول بعد احنا دارسين التربية وشان نقدر. حلو. يعني نوصل المعلومة للطفل شان ايه بالضبط شان نقدر نضبط الفصل. فبالتالي هذه عملية ضبط الفصل هي اللي تساعدنا في ضبط الأطفال في اللوكيشن. والطفل يعني لا يغركم احنا نقول ياهل ما يفهم. بالعكس يعني هو تبارك الرحمن قدرات العقلية جدا عالية. فالطفل لما تشرحي له شنو اللي تبي منه بالضبط وتعاملينه كأنه كبير إنسان فاهم راح يفهم منك اللي أنت تبينه. يعني راح تقدرين توصلي للي تبينه. وحرصت إنها تروح اللوكيشن يعني كنت معهم كل التصوير. اي نعم. شلون الأجواء كانت؟ يعني ككتابة عرفنا أن أنت كتبتي بس كأجواء تصوير يعني هم من هذا عالم جديد عليك. يعني الأطفال كانوا مثلا لما يقعدون قبل لا نصور خلينا نقول فيديو كليب مثلا طبعا هم قاعدين ملل ويلا ومتى تخلصون تجهيز الكاميرات ويلا تصوير والإضاءة. ايه نطوا هيا يلا بصور. قاموا يركضون يعني صاروا سو اكسايتد ان هم متشوقين بيطلعون بالتلفزيون. واحنا حرصنا ان ننقي اطفال ما لهم اعمال سابقه يعني الا ما ندر. كذلك حتى الكاست الشخصيات اللي بالبرنامج لان ما حبينا الطفل يربط بين هذا والله فنان طلع بمسلسلات دراما وبقصة حب أو بمشاهد أو whatever يعني والحين قاعد يقدم لي معلومة إيه هذا فلان الفلان يعني. وحرصنا أن تكون المواهب كلها شابة يعني غالبيتهم طلبت معهد الفنون العالي. حلو. فعساس يقدر العمل يوصل للطفل لما يكون مقدم له من طفل أو من فئة شباب قريب من عمره أكثر من أنه لما يكون شخص كبير قاعد يقدم له المعلومة. هذه تكون سهلة وبسيطة حق الطفل. حلو. أستاذة نوف يعني ما شاء الله انت قدمتي اعداد هذا العمل وقوات شاء الله عمل جميل. لكن لك مشاركه. اي نعم شاركتي في شنو شاركتي؟
في الآنسة معادن وفقرة الفصول الأربعة. نعم. ما شاء الله نقول الأستاذة نوف متعددة المواهب. طبيعة عملي كمعلمة روضة يحتم علي أن يكون أني تتعدد مواهبي، لأن أنا قاعد أتعامل مع طفل، الطفل ما راح يتلقى المعلومة إذا أنا بكلمه كذي بجمود، لازم أرفع طبقة الصوت وأنزلها وأمثل وأتغشمر وأضحك وأغني عساس تقدر توصل للمعلومة، ما يمل من الحصة اللي هو قاعد فيها. وهو فعلا أثناء التصوير ترى لما كانوا يقعدون الأطفال ينطرون هي ترى ما كانت تقعد راحة، يعني لازم تلعب وياهم تسوي لهم مسابقات خفيفة وهذا على ما يخلص التصوير وعلى ما ها يعني تحاول تسلي أطفال أثناء عملية التصوير عشان لا يملون. ها ما شاء الله هذه تعتبر يعني تعكس روح الأسري داخل العمل، خصوصا إذا في أوقات أو في فقرات معينة تبي لها وقت على ما يعني تتعدل أو تتضبط لازم يكون في تعاون ما بين الفريق. حد يلهيهم أطفال بعد موجودين بلوكيشن ومهدودين يطربقون الدنيا. بس أنا بغيت أعرف هل اللي قدام إن شاء الله ناويين إنه يكون في أجزاء أخرى؟ إحنا تونا بلشين ثاني يوم بس أكيد لمستوا صدى يعني. لحد الآن ردود الأفعال وايد حلوة، الكل مستانس من البرنامج ونتمنى يعني ليش لا أنا توين جزء ثاني لا ويكون بس في رمضان بس في موسم رمضاني. لا نتمنى إنه يكون مستمر يعني خلال السنة، ما يضر يعني إذا كان البرنامج جدا مشوق والأطفال حابينه ما يمنع إنه يكون طول السنة. وراح تحرصين على إن أنت ما عندك مانع، راح تحرصين إن أنت تكتبين إن شاء الله بإذن واحد أحد. وإدارتي يعني جدا متعاونين معاي، مديرتي منى الزعابي ومهاب وحي وكيلتي المساعدة يعني صراحة ما قصروا معي، كانوا يعطوني أفكار يساعدوني يعطوني تايم إني أشتغل يعني أكتب حق البرنامج. ها حلو. أستاذة نوف الماجد الفرحان تقول هي زيارة واحدة لهذا الكوكب، لذا من الأفضل أن نعيشها بصورة صحيحة. أرواح الزمن الوردي، مؤلف جميل وحلو، شنو حكاية هذا المؤلف؟ كانوا يقولوا لي إن إحنا نشوف فيك طفلة مو مثل باقي الأطفال، بنت مو مثل باقي البنات، عقلك سابق سنك، فبالتالي أعطاني فكرة إن أنا أكتب اللي أنا قاعدة أشوفه بطريقة مختلفة عن باقي البنات، أفكاري تصوراتي فلسفتي بالحياة قصص مواقف مرت علي كلها حطيتها في هذا الكتاب. هذا أول إصدار لك؟ أول إصدار. نعم. في إن شاء الله إصدارات قادمة؟ إن شاء الله بإذن واحد أحد إن شاء الله. ما شاء يعني وايد حلو. هو الإصدار ب 2015 وب 2016 ما شاء الله كان عندك تأليف على التلفزيون، فالمرة الجاية لازم نعرف وين طموحك. خلينا نعرف إحنا عطينا أول الناس نعرف ولا وين رايحة. والله طموحي حد السماء ما في أحد يوقفني. يعني هل في كتاب ياي؟ هلا راح والله عجبتني فكرة التلفزيون وأنا ودي أكمل في التلفزيون، أو والله راح أروح على المسرح. لا أنا أقولك أنا أقولك هذا السر الحين أنا توني أقولك. أشوف تبي تعترف. في احتمال وايد كبير أن رسالة الدكتورة إن شاء الله راح تكون في مجال الطفل والإعلام. لأن شايفة أنا هذا المجال وايد حابته وايد ممكن أفيد الطفل فيه، وايد ممكن أثري لو كان البرنامج فعلا مدروس واللي حاط البرنامج متخصص في هذا المجال. صحيح. فهذه الخطوة اللي جاية إن شاء الله. ما شاء الله. نبي لغز من أسامة. إيه. لغز سهل حلو خفيف. لغز سهل بس يبي له رياضيات وحسبة. يلا أوكي وياك. خلوكم وياي. أنا واي أنا والرياضيات. إيه ركزوا معي زين. يلا ركز. صندوق كبير. حلو. فيه ثلاث صناديق. حلو. الثلاث صناديق كل صندوق واحد منهم فيه صندوقين. حلو. الصندوقين ديلة. لا شيء ما يصير. والله ما يصير. أعيد لك. خير صندوق كبير. حلو. صندوق كبير. فيه ثلاث صناديق. فيه ثلاث صناديق. الثلاث صناديق فيهم صندوقين. كل صندوق فيه صندوقين. حلو. وكل صندوق كل صندوق من هالصندوقين فيه صندوق. أعطوني آلة حاسبة يا جماعة. كم عدد الصناديق؟ 16. كم؟ 16. عافية عليك. ترى مو منقلة الإجابة. والله ستار. قاعد تحسبهم بيدك ولا شنو؟ تعرفون تعرفون مواهبي أنا شلون صاير. حسبت بيدك ولا شنو؟ بيدي والله حسبت. 16 صج؟ والله حسبتها كذي قلت. بس هذه أسئلة ما يعني ما يستقبلها الطفل الصغير. لا لا يستقبلها ويحسبها. صعبة والله. وبنفس اللحظة يجاوبها بعد. أسرع مني بعد. إي أسرع. ما شاء الله عليها ما شاء الله يحفظها. لا ما شاء الله عليك والله. عشان تعرف اني اشطر من نورة. لا انا قلت رياضيات ماميش وهالمره بعد جاي عقب يعني ثاني يوم رمضان تونا بعدنا مو متعودين، فراح نروح احنا مع المتابعين اكيد لجوله ناخذهم لبرنامجكم الصف العجيب يشوفونها في برومو سريع ونرجع مره ثانيه نكمل وياكم.
برنامج الصف العجيب، ضحك ومتعة، فائدة ومعلومات، غذاء للعقل والجسم. صح، لقيتها لقيتها، تجربة الفلفل الجبان. شوفوا شلون قاعد ينهاش، شوفوا شلون قاعد ينهاش، عدل، نجحت الخطة. لبدا فصل الشتاء شفنا المطر طق طق يا مطر طق، جانا من بعد ربيع نويره ينطق بلوانه ينطق. يا هلا ومسهلا بأحلى. وفي برنامج الصف العجيب، مرحبا يا أصدقائي الأذكياء، سنختار اليوم الحرف الأول من معجم الحروف العربية. واللسان العربي أكثر الألسنة وضوحاً والتي تخلو من الإبهام في القول ومن الركاكة. تقدم لنا الآنسة معاجم طريقة رسم هذه الحروف بشكل جديد في برنامج الصف العجيب. أردنا لكم من جديد في غبقة رمضانية، وكل عام وانتم بخير وتقبل لطاعتكم، ومبارك عليكم الشهر لكل من يتابعنا عبر شاشة تلفزيون دولة الكويت، سواء من الكويت أو خارج الكويت، حياكم الله معنا. وطبعا احنا مستمرين معاكم من ثاني حلقة من حلقات غبقة رمضانية، وضيوفنا من الفصل العجيب استمتعنا معاهم بكواليسنا توا بالبريك، عقب ما شفنا احنا شوية مقتطفات من برنامجهم اليومي في رمضان. كنت تسألهم عن المواقف اللي صارت لهم في موقف ذكرتيه استاذة نوف. اي موقف اللي صار، احنا قاعد نسجل فويس اوفر حق انس لفقرة الحروف الانجليزية تحول الى رسوم. كان في مشكلة بحرف البي والبي، ان لانه مستن متواصل الحروف كلها لين وصل عند حرف البي، ف ما يفرق بينهم. باندا كان يقول بي باندا، أنس حبيبي بي باندا بي باندا، تمينا نص ساعة بي بي. هذه نفس القاف والغين باللغة العربية. صورتها فيديو أنا وياه محاورة بين بي 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 بي، قلت له خلاص استوب ما راح نصور. طلعنا وإحنا بالسيارة كان يقول أنا ما أدري شلون راحت علي كونغ فو باندا حرف البي. انظر مرة الياه إيش عقبه. كم عمره الله يحفظه؟ 10 سنوات. ما شاء الله الله يحفظه إن شاء الله. وطبعا أنا كنت بعرف عن الأجزاء القادمة، نحمس الناس اللي قاعد يتابعونا شنو في بتقدموا لهم من خلال الفقرات اللي هي في البرنامج، سواء كان طبخ أو كان اللي هو الألغاز، شنو بتقدموا لهم للأطفال؟ بإذن واحد أحد إذا استمر الجزء الثاني في أفكار نزيد فقرات زيادة. هذا للياي، إحنا أتكلم عن هذا اللي إحنا شافوا منه بس حلقتين. بالياي شو تقولين لهم؟ بتزيدين بعد الفقرات، يقولون متكاملة حلوة. في أكثر، في إضافات أكثر. أي نعم، في إضافات أكثر إن شاء الله. حلو. من ناحية القصص بندخل قيم أكثر، بنعزز المواطنة، احترام القانون، احترام رجل المرور، احترام المعلم، احترام الوالدين، هذه كل القيم إن شاء الله بنعززها بطريقة أكثر في الجزء الثاني. حلو. الفريق وياك كان متعاون من خلال إشرافك أو أنت متواجد هناك أثناء التصوير وأثناء العمل؟ للأمانة صراحة. يعني تحية شكر وتقدير جدا كبيرة حق فريق العمل كله، من المخرج طلال العنزي إلى التي بوي اللي كان يبلنا القهوة. صراحة كلهم كانوا متعاونين، كلهم تعبوا ويانا، كلهم حاولوا يطلعون الصورة بشكل مبهر، وكلهم كانوا حابين الفكرة. يعني لما أشرح لهم فكرة البرنامج فإنه أوكي ويرن، إحنا وياكم بنسوي نحاول نطلع البرنامج بالصورة اللي أنت تتمنين إنها تطلع. حلو. بس أسامة يقول أنت عصبية شوي. لا حرام والله، مو عصبية. لا حرام ولا لا مو عصبية. أطفالي بالروضة يشهدون علي كلهم يجون يسويكم معارضة. يعني تفرق بينكم، ياخذ فقرة وياكم، قاعد يحاول فيكم يقدم عروضة. أكيد إيه. عشان أنت. أهم شيء مو فقرة الغاز. لو واحد لو أنت وياهم تاخذ أي فقرة؟ القصص. إن اللي هو التروي لهم قصص؟ إي قصص. عندكم فقرة من عبث الماضي. أي اللي تقول القصص. إنزين، وأنا شاخذ ما أدري الصراحة فقرة، يعني ما أدري، بس أنا يازت لي مالت المعلومات الثقافية اللي مع الطبخ وكذي يعني. بس عادي يعني، لا ما وصل مرحلة الطبخ. بس حبيت المعلومات اللي قد أنا وايد أحب الانفورميشن. أنت لو تلاحظون الأستاذة نوف ما شاء الله عليها، الفقرات كانت عبارة عن رياضات، رياضة ذهنية، رياضة عملية، فيها تشغيل العقل، تشغيل حتى حق الإيد
في شو اسمه حلو اذا تشوفون في اعاده التدوير في التجارب العلميه في المطبخ. حلو اسامه، لو انت تم اختيارك في فقره الالغاز لو انت تشوف نفسك في الالغاز ولا في مكان ثاني فقره ثانيه؟ والله صراحة. انا صراحه مو موجوده، ممكن مو موجوده، ممكن موجودة. بالياي لا، هو عموما الفقرات كلها انا شفتها وكنت شايف نفسي بالفقرات كلها الا الطبخ نفس حالتي لان لا لا لان شغله ما اعرف فيها يعني أبدأ. انا وياك متفقين بهالشيء، انا بعد كلش هاي على كذي. زين، احنا اليوم في غبقه رمضانيه على شاشه تلفزيون دوله الكويت في برج الحمراء متواصلين مع مشاهدينا. ابي امس واليوم سويتوا؟ رحت زواره، طلعت مريت الربع شيء؟ لا 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 لا، على طاري امس واليوم ايه بعطيك لغز وبسيط جدا وان شاء الله راح تحله. يلا تفضل. ايام الاسبوع سبت واحد واثنين وثلاثه واربعه وخميس وجمعه. حلو. عدل عدل. ذكروا لي ثلاث ايام انا ما ذكرتهم اللي هم الاسبوع الجاي. لا ما يصير صح. ايام الاسبوع سبت واحد واثنين وثلاثه واربعه وخميس وجمعه، ذكروا لي ثلاث ايام انا ما ذكرتهم. انت عدت الاثنين؟ انت ما قلت الثلاثه، عدت الاثنين الاثنين صح؟ لا لا لا، عدي وياي. سبت احد اثنين ثلاثه اربعه خميس جمعه، ذكروا لي ثلاث ايام انا ما ذكرتهم. مستحيل ما في ثلاث ايام الاسبوع. مستحيل ما لا في لغز هذا. انت تقول قلت اثنتين منهم. مستحيل قلت. لا لا. ها شنو اليوم؟ اليوم وامس هذه تعتبر ايام. هذه ثلاث ايام. يعني لا موجود. لا 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 عفوا هني ستوب. اليوم شنو؟ اليوم الثلاثه يعني ذكرته؟ لا انا قلت لا، هو يبي مسمى اخر يعتبر هم أنا اليوم. ما ذكرتها. اوكي. اليوم وامس. تصدق انا يعني بحياتي كلها الالغاز ما اعرف احلها، وطول عمري لما يدزوني اللغز لازم مشاور الجميع. لا لا عشان احله. والله تبي نسج نفسك. مية على بالي. انا بس اللغز هذاك حليته بالصدفه بعد ما شلون حليته. مال الرياضيات. اكيد. لان احنا كنا منوعين بين الالغاز والمسائل الرياضيه. اي. وكنا نقول في البدايه كان يقول السيد ماهر الحائر ان انتبهوا هذا لغز، اللغز معناته في ترك في خدعه. اي عشان كذي قال لك هذا لغز، قلت لك انا هذا لغز اليوم مباشر وعقب باكر او امس واليوم مباشر. المسائل الرياضيه لا تكون مساله رياضيه بحته اللي هي لغز الصناديق وتحسب. تقولوا لهم الاجابه بنفس الوقت. سوري محمد. تقولوا لهم الاجابه بالحلقه. في تايم عقب 30 ثانيه. خلي على طاري الحسابات هذه، شلون وظفتي الرياضه الذهنيه؟ شلون وظفتيها داخل فقره معينه داخل الصف العجيب؟ اذا الحين بتوصف حق نوره تطلع من هني تروح حق مجمع في العقيله تقدرين؟ انا؟ ايه اللي يوصف لي؟ ايه شلون انا شخصيا. في برامج موجوده حلوه في ابلكيشن. اوكي. بس عندك ابلكيشن هني ما قاعد نستخدمه. صوره ذهنيه ممكن. عندنا احنا عقلنا ما قاعد نستخدمه، يعني كل هذا اللي قاعد نستخدمه ما يجي 1% من عقلنا. فبالتالي الطفل ليش انا اخليه يحرق عقله ما بين ايباد وايبود وسوني وطلعات وسينما وتلفزيون؟ خليه يفكر. فهني صارت عملية الألغاز اللي إن تكون لها فقرة خاصة فيها. هي ممكن تكون ألغاز، ممكن في أمور أخرى أكيد نستعين رياضية. مو بس كمسائل، يمكن في أشياء ثانية نستخدمها كطرق هي تعمل لنا تنشيط في الذاكرة. بس يعني هو في مجموعة اللي أقصده سؤالي، إن في مجموعة طرق ننشط فيها الذاكرة. صحيح. اي اكيد في عده طرق فيه. يعني من بين هالمسائل الذهنيه اللي تقدمونها والامور اللي تقدمونها في البرنامج تساعد الطفل او اي احد متابع تساعده بانه ينشط الذاكره. الظاهر انا ما عندي قبول حق القياده واني ادل الاماكن. لا ان شاء الله. يعني الحين انت خرجتي من طابع التدريس لطابع الترفيه التعليمي. اي نعم كذي. هذا الرساله. نعم. تقريبا هو التعليم رحله ممتعه، والمعلم هو مجرد شخص يسهل وصول المعلومات للطلاب. أي. بغض النظر عن المرحلة سواء كانت روضة ابتدائي متوسط ثانوي أو حتى جامعة، أنا مهمتي أن أنا أسهل لهم وصول المعلومة. شلون توصل بطريقة سهلة؟ من خلال تمثيل، غناء، بقالب كوميدي، أسويها ألغاز. ليش ما تستخدمون هالأسلوب هذا في التدريس؟ أنا أستخدمها في التدريس. في رياضة الأطفال. أي لأن إحنا نعتبر الأطفال هم متدربين، إحنا قاعد ندربهم على مهارات حياة. لا هو عموما يستخدم، يعني أنا أعرف بما أني أنا معلم يعني عندي زملاء وايد يستخدمون هالطريقة.
حلو. من أبرزهم واحد ينقال الأستاذ عصام الكاظمي، مسي عليه، وهو مدرس أحياء ويستخدم هالطرق هذه، الأسلوب هذا جميل. وعنده ربع وايد من الطلبة للحين وياي، وناسة إنه يصير بينهم التواصل بهذه المسائل، شيء وايد حلو الصراحة، وايد عميق وايد يفيد الأجيال، يعني يفيد الأجيال اللي موجودة بفكرهم وتطور فكرهم، يعني في أمور يمكن سواء يعني بالشاشات المحلية أو الخارجية يقدمون أمور للطفل ما يمكن. لازم شنو نظرتك نقدك لهم البقية البرامج المقدمة للطفل؟ شيء استفزك لقيتي فيهم أنت غيرتي من خلال برنامج؟ أن تكون البرامج تجارية بحتة، يعني إما تهدف لترويج لسلعة معينة أو منتج معين، أو إنها تكون مو مدروسة، قاعد تقدم معلومات إما تكون مغلوطة أو معلومات تخدش الطفولة نفسها غير دقيقة يعني. إيه بالضبط. فبالتالي يعني كنا نحرص على كل المعلومات اللي تقدم إنها تخدم الطفل وتبني شخصيته ما تهدمها. يمكن حتى بعد عندك في طرق العرض اللي هم يعرضون فيها الفقرات أو مثلا العرض اللي هو العرض الفني الخاص. لو تلاحظين فقرات البرنامج أطول فقرة فيه مدتها 2.5 دقيقة. إيه عشان ما يحسر ملل. كل الفقرات يعني هم قاعدين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، الإنستغرام أطول فيديو 1 دقيقة، نعم. سناب شات 10 ثواني أو 15 ثانية. فبالتالي هو خلاص صارت هذه حدود قدرته. صار يعني الشخص الكويتي بشكل عام ما عنده صبر. الكل كل شيء بسرعة يوصل بسرعة. هذا سبب تأثير وسائل التواصل الاجتماعي. أنت ما وظفتي التواصل الاجتماعي في البرنامج؟ لا ما وظفته، بس استخدمت نفس الطريقة اللي هي تستخدمها، أن تكون كلها قفشات سريعة. قفشات سريعة حتى الغاز فقرة سريعة. الغاز كم مدتها؟ تقريبا 1 دقيقة إلى 1.5 دقيقة مع مشاركة الأطفال. والطبخة؟ إيه بقول لك على الطبخة. 1.5 دقيقة هي أطول الفقرة. ما شاء الله شيء حلو. حتى الطبخات انت اللي الفتي شنو في اشياء؟ ايه انا المخترعه الطبخه بحت. في اشياء من امي من خالتي بس شنو حطيته في جدول الطبخات حق الاطفال؟ نوعنا ما بين سلطات، مقبلات، عصاير، حلويات، اشياء سهله يقدر الطفل انه هو يسويها. في اشياء تكون بس اللي مقدورهم انه الطفل يقدر هو يكون مسؤول انه هو يسويها. وشيء حرصنا انه يكون فيه فايده، لان وايد الاطفال يتساءلون انه شو الفايده انا اكل خس، ليش اكل خس؟ فيعطي معلومه عن الخس، ها الحين عرفت الخس فايدته كذي كذي كذي، فبالتالي راح يستسيغه ويستقبله. حلو، احنا بنكمل وياكم ان شاء الله غبقتنا اليوم وعلى شاشتنا شاشة التلفزيون دولة الكويت، ولكن نورة بنروح حق طلبتنا في مملكة البحرين الشقيقة نشوف شنو قالوا عبر شاشتنا شاشة التلفزيون دولة الكويت لأهلهم اللي موجودين في دولتنا الحبيبة الكويت. خلينا نشوف وراجع معكم.